حضرتك هندي لك فرصه شويه تريح كده وبعد كده لينا لقاء تاني. دلوقتي معانا كاتب وضابط شرطه في نفس الوقت احمد حجازي، وبرحب بحضرتك جدا وسعيده بتواجد حضرتك معانا النهارده، لان انا عايزه في سؤال محيرني انا مش فاهماه، كيف يتوافق عمل ضابط الشرطه مع توافر الحس الفني او الحس الادبي، وهل يؤثر كل منهما على الاخر؟ السلام عليكم. هو انتوا كنتوا سامعيني؟ كده سامعين؟ طب ما بتقولوش ليه؟ سايبيني عمالة اقول كده وخلاص. احنا معانا الكاتب ضابط الشرطه احمد حجازي. طبعا برحب بحضرتك جدا وحضرتك مشرفنا النهارده. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه، يعني ازاي بيتم التوافق بين عمل ضابط الشرطه مع توافر الحس الفني او الادبي، وهل يؤثر كل منهما على الاخر؟ السلام عليكم. اتفضل يا وطبعا يعني زميله برضه المهندسه انتصار، وبقول عليها زميله لان انا تشرفت ان انا اشتغل معاها فتره من الفترات، هي بتبالغ شويه في ان هي تقدمني كاديب او كفنان، او هي بتبالغ شويه يعني، هو لو عرفت الحقيقه المفروض انا اقعد في اخر كرسي موجود. هو انا من وجهه نظري المتواضعه يعني، اولا قبل ما اتكلم بس احب اعرف حضرتك نفسي، انا اللي واحد حجازي مدير امن في احدى شركات المقاولين العرب ومدير السلامه والصحه المهنيه، وازعم ان انا فنان، ازعم ان انا فنان لان انا قبل ما ادخل كليه الشرطه التحقت في كليه الفنون الجميله وقعدت فيها سنه، وبعد سنه قررت ان انا اذاكر تاني ثانويه عامه علشان ادخل كليه الشرطه، رغم حبي من وانا صغير لكليه الفنون الجميله يعني، ومن وانا عندي 6 سنين املي ان انا ابقى فنان برسم يعني. انا من وجهه نظري متواضعه ان الفن الفنون التشكيليه عموما بتشمل، يعني انا وجهه نظري ان الفنون التشكيليه بتشمل الرسم والشعر والموسيقى وخلافه، كل ما يتصل بالثلاثة الرئيسيين دول أنا في اعتقادي إن دي سلسلة متشابكة من الأحاسيس، وسواء كان الرسم أو الموسيقى أو الشعر فما هي إلا نوافذ للتعبير، كل واحد بيعبر بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيلهمه بيها، في فنان بيعبر بالريشة، وبيختلف الفنانين في مراحل أو في سنوات أو في قرون مختلفة على المدارس الفنية، في شعراء زي الاستاذ ياسر، زي المهندس ياسر اللي بيشرفنا طبعا النهارده، وطبعا المهندس ياسر اطمش من الناس المعروفين جدا، وانا لما سلمت عليه النهارده ما كنتش واخد بالي من الاسم، لما عرفت ان هو الشاعر ياسر اطمش فانا قلت له لا ده انا بقرا لك من زمان يعني.